تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبع على الوضع الجديد فبيحصل الساجنج أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع ان احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجه لكن مهمله في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبه في الكتاب، تنفيذها ده مسؤوليه الطبيب. الاستاذ الدكتور عمرو النجاري، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. القوام شيء مهم جدا بالنسبة للست. القوام زمان أيام الفنانة الجميلة هند رستم والفنانة الرائعة سامية جمال والفنانة الشديدة الجاذبية فاتن حمامة كان بيهتموا قوي الجيل ده بالوسط، ازاي يكون موجود، الخصر، تناسقه، شكل الجسم من الجنب يبان بالثدي بروزه عامل ازاي. وكان الجمال مش شكل الإنسانة يعني زي ما بيقولوا تتكسف منه، بالعكس الست تحب تكون جميلة، تحب تكون شيك. ما كانش بقى زمان في الحركات بقى اللي واحد يعاكس وبتاع، لا كان الناس محترمة ونفسنا نرجع تاني نبقى في نفس درجة الاحترام إن شاء الله. تنسيق القوام فن يا جماعة، ودلوقتي بقت رجعت عند الستات كتير قوي ثقافة جميلة جدا عجباني، إن الست تهتم بنفسها جدا، تروح لدكتور التجميل استاذ جراحه التجميل تقول له انا عايز اعمل تنسيق قوام، شوف انا بشيك من كذا وكذا وكذا، تلاقيها كاتبه في ستات منظمات جدا تلاقيهم معاها نوت كده تقول له انا 1 2 3 4 او حافظه محتاجه انه في شويه دهون في ظهري محتاجه تتظبط، في شوف بقى كده في ترهل حصل في الثدي، شوف البطن بدات محتاجين شد بطن ولا لا، طب شوف وده كله يتعمل مش عيب. ست من حقها انها تحتفظ بجمالها. النهارده احنا لاول مره هنتكلم في حلقه مثيره جدا عن حاجه اسمها الجلوبال ايد فيجن، النظره العامه للست. الست مش جايه بمشكله واحده، لا هي جايه ككنترول سيرفيس كامل. انا عايزه اتظبط كامل، دي جايه كده. ده شيء رائع. النهارده حوار مثير جدا طبعا مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير، واحد من الميجا ستار في جراحات التجميل، بيسعدني جدا لقائه، وزي ما قلت لكم النهارده حوار مختلف مع الاستاذ الدكتور عمرو النجاري. اهلا بك. اهلا دكتور، وحشني والله حبيبي. ايه النور ده؟ ايه حكايه الستات الجمال اللطاف السكر دول اللي بيجوا لك وبيروحوا دلوقتي باسبكت انا عايزه اعمل زي ما بيقولوا كده معلش في التشبيه يعني صيانه ال 100,000؟ ده بيحصل. انت قلت في المقدمه الجميله دي ان احنا الموضوع ما بقاش شفط دهون بقى تنسيق قوام، هي دي حقيقه. طول عمرنا المريض بيجي للدكتور بيروح يقول له انا عايز اشفط. عايز اقول لك دلوقتي موضوع شفط الدهون ده يعني موضوع كبير قوي، موضوع ما بقاش بيتاخد عشان نعمل مشكله، لا احنا بنحاول نعمل شيبنج للجسم. ومش في الستات بس، لا في الستات وفي الرجاله. عايز اقول لك ان التكنولوجي الجديده خلت شفط الدهون ده مرحله من 4 مراحل في نحت الجسم او في الهاي ديفينيشن بتاع الجسم. يعني ايه شفط الدهون مرحله؟ يعني انا عشان اعمل نحت للجسم ده في 4 مراحل بنشتغل عليهم، كل مرحله فيهم ليها دور، الشفط ده مرحله واحده فيهم. يعني احنا ما ينفعش نتكلم على الشفط في 2018 دلوقتي ان انا عايز اشفط دهون، لا انا عايز اعمل البادي شيبنج او البادي كونتورنج او الهاي ديفينيشن اللي بيقولوا عليه، ان انا اعمل حاجه احدد فيها معالم جسمي. حتى عايز اقول لك ايفن دلوقتي ان احنا مش البادي زي ما كنا فاكرين اللي هو البادي ده اللي هو الفخذ او البطن او الظهر، لا احنا دلوقتي ايفن الدراعات، الدراع ده
احنا الاول او بمفهوم الشفط ان احنا كنا بنشيل الدهون اللي فيه وخلاص، كنا ما بنحاولش نفرق ما بين الكتله العضليه فين عشان نبرزها، الحته اللي المفروض تبقى رفيعه تبقى خطرها قد ايه، رسمه العضله. لو انا مثلا عايز اعمل تحديد لرسمه العضله في الرجاله اللي هم الباي والتراي في الدراع، بالظبط. الموضوع ما بقاش ان انا بشفط دهون، الموضوع ان انا ازاي اتعامل مع الجسم بطريقه معينه عشان ابرز معالم الجسم. بالعكس احنا في ناس بعد ما بنشفط مثلا من اجزاء بنبتدي نحقن الدهون دي في العضلات تاني عشان ابرز العضله اكتر. يعني العضله دلوقتي دي عباره عن كتله، الكتله دي انا عايز اكبرها. ماشي، انا ممكن اكبرها لك وانا بشفط فعلا، انا باخد الدهون. يعني مثلا واحنا بنرسم الصدر في الراجل احنا بنبتدي نفرغ مناطق معينه من الفسخ يعني بكميه كبيره، ومناطق بنبتدي نفرغها بكميات قليله، وبعدين ناخد الدهون دي نفسها نبتدي نعمل لها بروسس معينه، وبعد البروسس دي بنبتدي نحقنها جوه العضله نفسها عشان العضله تبقى ناشفه تافت، ما تبقاش طريه زي ما الناس متخيله ان احنا لما بنعمل رسم العضله بالدهون انها تبقى طريه. فالموضوع هنا ان انا ازاي احدد الفيتشرز بتاعت كل البني ادم، الوسط فين؟ الوسط فين دي على فكره في دكاتره ما يعرفوش وسط الست بيبتدي فين وبينتهي فين. مش في عيارين ما يعرفوش، يعني هو المفهوم الوسط مش عند الخصر. الوسط بيبتدي من اللاست ريب يا دكتور ايمن، الريب رقم 12 او الضلع رقم 12، هو ده بدايه الوسط عند الست. ان انا ابتدي ازاي انحت الجسم بالطريقه دي، ان انا ابرز الحته دي كويس قوي، وبعد كده ابتدي اعمل اللاف هاندل، اعمل الارتفاع بتاع الهانش، ابتدي اعمل الجناب بتاعه الافخاد. يعني الموضوع كبير. الموضوع كبير، والموضوع برضو ان احنا حتى الدهون دي انا في رايي الانيميشن ظلمته. يعني احنا بنظهرها بس عشان نقرب الصوره للناس، لكن الموضوع بقى اكبر من الانيميشن. طبعا يعني اكبر من الافلام اللي احنا بنقولها دي خالص. يعني افلام مبسطه جدا للقصه. احنا بنحاول نعرض شويه زي ما حضرتك بتقول انيميشن عشان نشوف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي او بنعمل ايه بالظبط، لكن زي ما قلت لك الموضوع ما اسموش شفط دول. الموضوع دلوقتي بادي كونتورنج او هاي ديفينيشن او نحت للجسم. حتى الدهون دي دلوقتي ما بقناش بنرميها. يعني الدهون دلوقتي دي بقت بنستغلها في مناطق ثانيه، بنعيد توزيعها عشان نعمل تناسق للكتله الدهنيه. في ناس بيبقى عندها الكتله الدهنيه السفليه اكتر، في ناس بيبقى عندها الكتله الدهنيه اكبر، في ناس بيبقى عندها مهما كان جسمها فيه تناسق بس في اجزاء من جسمها ما فيهاش، يعني ما فيهاش تناسق، زي الساق. ساعات في ستات كتير جدا بتشتكي ان ساقها رفيعه. يعني احنا بنبتدي نلعب بالموضوع عشان نعمل فيتشرز كامل من راس لحد الرجلين او مشط الرجل. طيب هنمسكها حته حته بقى، يعني نمسك الجسم بتاع الست حته حته، عندنا كذا حته النهارده هنتكلم في كذا منطقه يعني هنتكلم فيها. هبدا الاول بالثدي. الثدي يظل العمليه الاكثر انتشارا في العالم، الثدي عمليه فيها فنيات كتير، بس انا عايز ابدا معاك بسؤال كلاسيكي خالص. ايه وجهه نظرك في مين الافضل، السيليكون ولا الدهون؟ وجهه نظرنا الشخصيه ولا الطبيه؟ انا ما بحبش اسمع دي ونسمع دي. بص انا ما بحبش، يعني مش مفروض ان الدكتور يقول رايه الشخصي. لو انا قلت رايي الشخصي يبقى انا بضللك او انا ما بقولش الامانه. الامانه ان انا اقول ايه الراي الطبي. لو احنا هنتكلم عن الطب ما فيش حاجه احسن من حاجه. الطب لما بيبتدي يتدخل مفهوم جديد او تكنولوجيا جديده بتخش عشان تخدم فئات معينه وليس عشان تلغي جراحات قبل كده. ممكن نجود فيها لكن ما بنلغيهاش. انا شايف ان الاثنين صح، الاثنين كويسين، كل واحده فيها ليها مميزاتها وليها عيوبها، بس هي الفكره كلها ازاي اختارها. يعني الناس كلها عندها اعتقاد خاطئ ان في مشكله من الحشوات او الامبلانس نفسها او البروسيسز. لا طبعا الكلام ده مش صح خالص. والتكنولوجيا الجديده في صناعه الحشوات، وانت عارف زمان خالص بدايه في القرن ال 18 تقريبا لما ابتدوا يعملوا تجميل الثدي بالسيليكون كانوا بيحنوا سيليكون. كانوا بيحنوا سيليكون. هم بداوا في ال 18 ده من زمان. مش في 19. لا خالص، اللي هو ايام نابليون بونابرت والناس دي. والله العظيم يعني في الكتب دي بدايه كانوا بيحقنوا السيليكون سائل. ثم الموضوع تطور بعد كده لما لقوا انه في مشكله ابتدوا يحطوا شيس على شكل الامبلانت وجواه كيس بالظبط، وجواه السيليكون الجل.
الموضوع ابتدى يتطور تطورات رهيبة لحد ما ابتدينا دلوقتي الإملان ده وان بلوك. اولا هو جواه حاجة اسمها كوهيزيف جل مش سيليكون. المادة اتغيرت زائد ان هو بقى وان بلوك, يعني ده لو اتقطع نصين هيبقى حتتين مش هيبقى كيس وجواه سائل. طبعا هو مروا بقصة السلاين فيلت بروسيسز اللي هو بيتملي بمحلول والحاجات دي برضو اتلغت, ورجعنا تاني للصناعة اللي انا قلت لك عليها الجديدة دي, كويزيف جل. بالظبط كويزيف جل, الجل المدمج. بالظبط انا ما ياريت اعرف اعمل زيك كده في الترجمة اتعلم. حتة بقى ان انا اختار ايه دي بتعتمد على كل بني ادم غير التاني. طب يا دكتور, طب ما الامبلانت ده بيجيب كانسر, طبعا الكلام ده غلط خالص. والدليل ان احنا الناس اللي اوريدي كانت عندها كانسر وشالت الصدر بعمليه ريكومندد, لما بنعمل لها ريكونستراكشن بنحتاج فيها جزء من التدخلات فيها بيبقى بالامبلانت. فمعنى كده ان احنا ما بنقولش ان هو حلو لكن امن. طب ايه الدهون؟ الدهون دي ابتدينا في حوالي سنة 2007 كان في جهاز جديد حلو جدا اسمه البادي جيت. الجهاز ده كان اخترعوه عشان يعمل ووتر جيت ببريشر معين يخلخل الدهون, فلما يجي يشفطها تبقى حبيبات او مولكيولز صغيرة عشان لما تتحقن ما يحصلش منها مشاكل. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من حقن الدهون في اي منطقة بتتحقن؟ الدهون لما نيجي نشيلها من منطقه نحطها في منطقه لازم تدور على غذاء دموي تعيش عليه, على بلاد سبلاي. بالظبط الغذاء الدموي ده لو انا حقنتها جلوبيولز كبيره الخلايا السطحيه هتعيش والخلايا الداخليه هتموت, هيحصل لها نكروزس. فتبتدي بالظبط كده بعد النكروزس ده ممكن يحصل سب كلينيكال انفكشن, ممكن يحصل انفكشن او تتكلس وتبقى كالسيفايد وتبقى ناشفه وتعمل زي درنات صغيره تعمل كلاكيع في الصدر او كلاكيع في وتفر اي منطقه. فكل حاجه وليها تكنولوجي طالما بعملها صح, وتفر اذا كنت بعمل الحشوه او بعمل الفات, اعتقد ان الاثنين امنين والاثنين ليهم معامل امان عالي جدا بس اعملها بطريقه مظبوطه. كم سؤال مهمين حول تجميل الثدي قبل ما ننتقل لشد البطن, وعايز اكد ان صور تجميل الثدي الست المقبله لازم تشوف صور حقيقيه, بما ان احنا مجتمع شرقي وعندنا قيود معينه فاحنا التزمنا طبقا لمقاييس الشرف او المهني الاعلامي ان احنا ما ننظرش صور تجميليه في الشاشات العامه, احنا بننظر الصور في السيمينارات في المؤتمرات. بالزبط. في التجارب هي موجوده صفحتك على الفيسبوك اللي هتطلع على الشاشه, عشان انا بقول ما فيش حد يعمل الانستجرام يشوفوا الصور كلاسيكيا لان ده مريض لازم يتفرج. بالظبط. لكن الشاشه التلفزيونيه بما اننا مجتمع شرقي يبقى ليها مقاييس ثانيه. سؤال كلاسيكي قوي, عمليه تجميل الثدي هتدوم على طول؟ يعني بنت عملت النهارده, ست عملت تجميل ثدي النهارده لاي سبب, خلاص مش هتجيلك تاني ابدا فيما يتعلق بثديها, ولا ممكن تيجي تعمل عمليه ثانيه؟ لا طبعا, هي ما فيش حاجه بتدوم, خلقه ربنا ما بتدومش يا دكتور ايمن. هي وتقدر هي العمليه اللي معموله ايه, احنا بن بن بنعالج يعني سيل عندها صغر في حجم الثدي بنكبره, اللي عندها كبر في حجم الثدي بنصغره. طيب لو هي عندها هايبرتروفي او زياده في النمو الثدي, وهي حتى في بنات بتبقى رفيعه جدا والصدر عندها كبير جدا, الموضوع حجم الثدي ده له علاقه بالهرمونات والتكوين في التين ايج او في السن الصغير سن الشباب. طيب لو هي عملنا لها عمليه تصغير ثدي لسه عندها مشكله في الهرمونات, طب ممكن يكبر تاني. طيب احنا هي كانت بنت واتجوزت وخلفت ورضعت, طب ممكن يزيد في حجمه تاني. فالتغيرات اللي ممكن تحصل احنا بنحاول نحافظ عليها, لكن ان احنا نبقى جرانتيد ان هي مش هتحصل, نيفر نيفر ان حد يقدر يضمن ان مش هيحصل اي مشكله في الثدي او ما تحتاجش الاعاده. لكن الحلو بقى ان انا لا ان, إن انت لو انت حافظتي على نفسك, اذا كنت انت مثلا خلاص انت وصلت لمرحله ان انت عندك اولاد ومش هتخلفي تاني, خلاص اوكي كده الكلام جميل قوي. يبقى التغيرات الفسيولوجيه اللي هي ممكن تاثر على شكل الثدي حتى لو انت مش حاطه حشوه او انت مش عامله عمليه مش هتاثر عليكي, فهتحتفظي بشكل ثدي. لكن طالما ان العمليه سليمه
مش مفروض ان انا اعيدها لاي سبب من الاسباب الا لو حصل تغير فيسيولوجي هو اللي ادى الى تغير حجم او شكل الثدي، لكن مش بسبب العمليه، عشان بس الناس تبقى فاهمه. مش مفروض ان انا اعمل عمليه تجميل على مراحل، مش مفروض ان انا اعمل عمليه تجميل ولا لا بعد فتره معينه هنغيرها عشان سبب للعمليه. في سبب فيسيولوجي حصل، كبنت اتجوزت، كست رضعت، حصل سمنه مفرطه او رجعت تخس تاني، طب ده طبيعي. اي بني ادم هيتعرض لهذه المشاكل او هذه التغيرات. عايز اروح لمنطقه تانية في القوام، هي البطن وشدها. كويس، في حاجه طرقت في الفتره الاخيره جعلت شد البطن عمليه تحتاج من الجراح الى ذكاء. ذكاء طول العمر جراحات التجميل كلها تحتاج الى ذكاء، لكن في فاكتور اضيف وهو عمليه انقاص الوزن. لان عمليه انقاص الوزن الست او الراجل كان، وهنا شد البطن دخل فيه الرجاله بقوه طبعا عشان خاطر شد البطن، ما كانش يعني الراجل مهتم قوي بالحكايه لغايه لما بدات الترهلات تبقى عنيفه في الراجل بسبب اللي كان 150 بقى 90. هنا ايه الفنيات؟ ايه اللي يفرق شد بطن جايه لك بيه واحده عاديه عندها 45 سنه ولا 40 سنه بعد ما حملت كم مره، وواحده عملت عمليه تكميم معده؟ ايه المتغيرات؟ طبعا الماسيف ويت لوس او انقاص الوزن العنيف بعد البارياتريك او جراحات السمنه بنعمل له حاجه اسمها توتال بادي ليفت. التوتال بادي ليفت ده بقى علم وكتب منفصله. لما نيجي نبتدي نقيم الحالات اللي زي دي، احنا بنبتدي نقيم العيان ده كله على بعضه كده، بنقيمه كعلامات حيويه، كنسبه هيموجلوبينه، كاذا كان بيعاني من امراض، اذا كان عنده اي نقص في الفيتامينز، الحاجات دي كلها عشان نضمن ان احنا نعمل حاجه مش بس عمليه حلوه، ده استشفاء بتاعه يكون كويس. دايما بنبتدي نقسم العمليات دي الابر بادي ولور بادي، يعني ما ينفعش نعمل التوتال بادي مره واحده، لان هم اصلا العيانين دول دايما بيبقوا انامك، دايما بيبقى عندهم قدرتهم على التئام الجروح او الاستشفاء بتبقى بسيطه شويه. لما بنتكلم على البطن زي ما حضرتك بتقول، البطن في الماسيف ويت لوس دايما بتبقى البطن بالظهر، يعني ده تلاقي العيان زي ما بتقولوا بالبلدي كده اتسلى كله. فبتلاقي الفولد بتاع البطن ما بقاش ابرون بس من قدام، لا ده واصل لحد الظهر، هو داير ما يدور داير مدور. فهنا بنعمل له حاجه اسمها بيلت لايبكتومي. يعني ايه؟ يعني انا بعمل البلت ده يعني الحذاء، يعني بنجيب الـ 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 العمليه بتاخد البطن بالظهر. العمليه دي ممكن الناس تتخيل عمليه صعبه، بالعكس انا عايز اقول لك ان الانسان بعد ما بيخس عمليه الشد بتاعتها بتبقى سهله جدا، لانه من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الريكفري او الاستشفاء من العمليات شد البطن كميه الدهون اللي تحت الجلد. يعني حتى احنا دلوقتي قبل ما نشفط البطن، قبل ما نشد البطن احنا بنشفطه. يعني احنا بنتعامل مع البطن في الانسان الطبيعي لازم نشفط الدهون قبل ما نبتدي نشده، يعني احنا بنحوله لانسان عمل عمليه البرياتريك او عمليه عشان نسهل علينا العمليه، نرسم الشيب بتاعها مظبوط، نبتدي نقلل كميه المعاناه اللي بيعانيها الجلد في الدوره الدمويه في التئام الجروح، الحاجات دي كلها مفيده جدا. بالعكس يعني انا عندي عايز اقول مثلا لو حد دراعه مترهل او بطنه مترهله او بعد ما بيخس خالص بتبقى عمليه بالنسبه له اسهل، وبالنسبه للجراح احسن اسهل، زائد ان النتيجه كمان بتبقى احسن. هل ترى انه المطلوب من العيان اشياء معينه بعد ما يتعمل له شد بطن؟ تمارين يبعد عنها، حركه يبعد عنها، رياضه يبعد عنها؟ بص، هي الـ 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 الاساس في عمليه شد البطن العضلات. لو العضلات كويسه واحنا جاست احنا بنعمل تنسيق للجلد، مش مهم اي حاجه نعملها حتى بعد 3 اسابيع شهر لو قدر يعمل رياضه بسيطه ويبتدي يتدرج فيها. احنا بس بنخاف من حته الرياضه دي لما بنكون احنا اوريدي عاملين شد للعضلات. وانس ان احنا ابتدينا نعمل شد للعضلات بنقول العيان ده انت اكنك كان عندك فتق وصلحناه، فلازم ما تعملش اي رياضه عنيفه على منطقه البطن من 3 ل 6 شهور بعد العمليه. الفتره دي خلاص احنا الغرز بتاعتنا بتاعت شد العضلات ثبتت وبقت قويه، مش هنخاف عليها بعد كده. حتى الست اللي احنا بنعمل لها العمليه دي بنقول لها يفضل ان انت حتى ما تحمليش بعد العمليه دي على الاقل سنه عشان نحافظ على البلايكيشن اللي احنا عاملينه، قوه العضله. حتى لو حملتي بعد كده العضله مش هتنهار او مش هيحصل لها الدايفريكيشن ده تاني. هل في تقنيات حديثه تكنولوجيا خدمت شد البطن؟ لا طبعا. طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي في درجات من ترهل البطن البسيط
احنا ما بنلجاش فيه اصلا للشد للقطع الجلد. اصل الجلد الاجهزه الجديده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، الاجهزه دي بتؤدي الى تحسن وظيفي للجلد وشكل الجلد عن طريق ان هي بتحفز الجلد ده ان هو يرجع بالتون بتاعه الطبيعي بالقوة بتاعته الطبيعية بعد فترة من العملية بدون قطع جلد. بس طبعا دي مش في كل الحالات، يعني خلينا بس عشان الناس بتبتدي تسمع الكلام ده وتمسك فيه وتقول يا دكتور انت قلت. لا انا ما قلتش كده، انا بقول احنا بنعمل كشف على الجلد، بنكشف على المريض ونشوف لو هيفيده هنقولك ده هيفيدك، لو مش هيفيدك هقولك لا مش هيفيدك. طيب هنروح لشفط الدهون. شفط الدهون دلوقتي بقى يعني هقول لك ايه، الاسابيع كترت قوي. كان شفط دهون، وبعدين بعد كده نحت الجسم، وبعدين شفط الدهون الديناميكي، وبعدين بعد كده بدا يطلع السمارت لايبوسكشن او شفط الدهون الذكي. ترم كده يطلع. ايه الحكايه؟ بص هي كلها رايحه بينا رايحه بينا فين يا شفط الدهون؟ زي ما قلت لحضرتك، شفط الدهون بقى مرحله من مراحل تنسيق القرار او نحت الجسم. حته بقى الالفاظ زي الاتش دي الهاي ديفينيشن والفور دي والدايناميك لايبوسكالبتشر، الحاجات دي كلها ده اللي انا شرحته لك ببساطه. ان احنا بنبتدي نوصل للانسان ده ان احنا نرسم معالم جسمه مظبوطه، نبتدي نديله البعد الرابع اللي هو الديناميكي، اللي هو انت عارف الديناميكيه اي حاجه اللي هو التعبير. التعبير في جسمك اللي هو شد عضلاتك. انت عشان تعمل شد العضلة الدراع بتبتدي تشد العضلة البايسبس مثلا. طب لما انا قوي لك عضلة البايسبس فضع الثبات، معنى كده ان انت وصلت للبعد الرابع ان هو بقى فيه العضلة كونتراكتد او مشدودة وانت مش هدت. هي دي فكرة ديناميكية الشفط، ان انا اعمل السيكس باكس، ان انا اعمل العضلات، ان انا اعمل الترابيس، ان انا اعمل كل حاجه. كل حاجه، الجناب، كل حاجه. الفخاد دخلت والباتوكس دخل في شفط الدهون طبعا. طبعا انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان احنا ان الفيتشرز دي الكيرفي دي الكيرفات اللي انت بتشوفوها ومعظم الناس بتشوفها دي كلها حاجات دكاتره التجميل بتعملها، مش الجيم هو اللي بيعملها. يعني في امريكا دلوقتي ما بيسالوش البادي بيلدرز دول انت مين الترينر بتاعك، بيسالوه مين البلاستيك سيرجن بتاعك او مين جراح التجميل بتاعك. الموضوع بقى وورلد وايد عالميا منتشر بصفه قويه. كل التكنولوجي دي عندنا، الهاي اند تكنولوجي جبناها في مصر وبنستخدمها وبقالنا فتره. ايه الهاي اند تكنولوجي؟ بص هو طبعا تسلسلا كده الليزر، وبعد كده الالتراسونيك الليزر، بعد كده الراديو فريكوانسي، وفي اخر حاجه الجي بلازما. معرفش انا قلت لك اللي عن الجي بلازما ده تكنولوجي جديده جميله جدا والوحيده في كل الاجهزه اللي انا قلت لك عليها دي الامنه في الفترات الطويله. يعني ايه؟ كل الاجهزه زي الليزر او الالتراسونيك او الراديو فريكوانسي كل دول بيعتمدوا على ان هم بيطلعوا هيت حراره. فكنا واحنا بنستخدمهم كنا بنخاف ان احنا نستخدمهم بعنف او بفترات طويله. يعني احنا في كل منطقه لينا ليميت معين، عدد دقائق معينه ما ينفعش نتخطاها عشان ما نحرقش الجلد. الجهاز ده جه بقى قال لك طب تعالى احنا دلوقتي هنجيب الراديو فريكوانسي ده وهنبتدي نحط عليه حاجه اسمها ليكويد هيليوم. ليكويد هيليوم اللي حاجه بتبرد بالظبط، فتفضل تشتغل بالسباركس بتاعت البلازما الكولد بلازما دي على الجلد زي ما انت عايز. ان شاء الله تقعد على كل اريا من انا شخصيا بستخدمه في شغل دلوقتي اتليست 40 مينتس على كل اريا بنشتغل عليه. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده كان الكلاسيك، ده اللي شفت الكلاسيكي العادي خالص اللي ابتدي ابتدي اشفطه. دلوقتي لا ما بقاش ده، دلوقتي بقى الجي بلازما هي اللي موجوده دلوقتي. طبعا زي ما قلت لك المرحله دي بنعملها برضه. مش ما بنعملهاش. بس احنا بنعمل قبليها مرحله اسمها الفات ميلتنج، ان احنا ندوب الدهون عن طريق الالتراسونيك، وبعد كده بنخش بالكانيولا بس الباور اسيستد اللي هي النحاته اللي هي عماله تعمل موفمنت معينه. الموفمنت دي ما هو ده السمارت لايبو بقى، ان الكانيولا دي وهي ماشيه كده لو خبطت في اي حاجه غير الدهون بتبتدي تقف تديك تحذير وبتبتدي تعدل تاني المسار بتاعك. الحاجه كمان الزياده ان احنا بعد مرحله اللايبوماتيك كانيولا دي بنخش بقى مرحله الرابعه الاخيره اللي هو السكين تونينج اللي هو الجي بلازما، ان انا ابتدي اشتغل على المنطقه دي عشان اريكويل الجلد تاني وابتدي اعمل الكونتراكشن بتاع الجلد تاني، يعني اخلي الجلد يشد بالظبط كاني عملت شد جلد بالظبط بدل ما اعمل تاني فتحه وجرح وبتاع والكلام ده كله. بس برضه وزن ليميت، لازم نبقى
عاملين اسسمنت كويس وعدين البيشنت بريزلتس. ما ينفعش ان انا اوعده بحاجه ما عملهاش. انا هنا بيقارن على فكره، جايب التاريخ كله، يعني جايب ايه؟ جايب الفيزر، جايب الليزر، جايب التراديشنال، بس ما جا الفيديو ده ما فيهوش الجي بلازما ده. والله لسه ما اتحطتش، لسه ما اتحطتش هنا حاجه احدث. ده احدث حاجه مالسيفايد فاتي تيشو يعني بالتدويب الدون او بنخليها ان هي بتبقى مالسيفايد. يعني ده ايه بقى؟ الفخدين، ليه كانت الفخدين مشكله المشاكل؟ برضو بقى اكرر، صور الفخدين وصور بعض الحاجات دي كلها موجوده في صفحتك على الفيسبوك والموقع بتاعك اللي موجود دلوقتي على شاشتنا. الفخدين كانت الناس بتطلع نتيجه مش كويسه، دلوقتي لا، في تقدم كبير. بص، في 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 تصنيف الـ 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 الافخاد احنا لازم الاول نشوف الكتله الدهنيه قد ايه. خد بالك، في ناس كتير قوي بتبقى متخيله ان الشفط حل سحري للكتله الدهنيه الكبيره دي. بالاول احنا كنا في مدرستين، مدرسه تقول لك ان انا اشفط الاول وبعد 3 لـ6 شهور ما يحصل الاستشفاء نبتدي نشد كده، ودي المدرسه اللي انا كنت ماشي عليها. في مدرسه ثانيه ان احنا نشفط ونشد في نفس الوقت، بس كان بيبقى ليها مشاكل كتير. استخدام الاجهزه دي دلوقتي في كميات الترهل البسيطه حلت الموضوع. فكنا دلوقتي بقينا بنعمل النحت الافخاد وبنشتغل بالاجهزه اللي بتشد الجلد، وبتبقى النتيجه مرضيه جدا. لكن في كميات الدهون الكبيره وترهل الجلد الكتير، هنا لا، هنا ما ينفعش. هنا لازم ان احنا نعمل شفط الاول وبعد فتره نبتدي نعمل شد للجلد. فاكر لما قلت لك ان احنا الناس اللي بتخس بعد عمليات التدبيس او بتاع التحليل او وهكذا، كل الجلد ده بيبتدي يترهل نتيجه وجود ان الدهون خلاص راح، ساعتها العمليه بتبقى سهله جدا. عمليه شد الفخذ دي بقى هي دي المشكله بقى. عمليه شد الفخذ فيها طرق كتير جدا، اهم حاجه فيها ان احنا لما نيجي نعمل السكار بتاعنا لازم نحطه في حته هيدن. يعني ايه حته هيدن؟ يعني مثلا نحطه عند البكيني بالظبط، ولما اختار الجرح ده لازم ابقى عامل حسابي ان اي جرح في الدنيا يا دكتور ايمن بيحصل له حاجه اسمها توزز او ساجين، وبالذات بينزل بالظبط، وبالذات في الرجل، لان الرجل دي على طول انت ماشي بتتحرك وبتجري وبتروح. هنا هي دي بقى الاساس، ان انا ازاي احط الجرح ده في مكان معين بخلوش بعد فتره ينزل. الشغط اللي احنا قلنا عليها من شويه دي حته مهمه جدا في الجروح. يعني ايه؟ عشان الجرح يبقى شكله حلو، عشان الجرح ما يبقاش عليه تنشن، عشان الجرح يفضل متعلق في مكانه، لازم الغرز الاساسيه في خياطه شد الافخاد تكون في الفاشيه او في الشغط. لما انا اعلق الجرح بتاعي في جزء ثابت وصوليد ناشف في الجسم، صعب قوي انه يريح، صعب قوي انه يحصل له مش في عضلات، لو في العضلات بتتحرك هتبدا تشد على الجسم. فاحنا بناخد جزء من الشغطه بتاعت الفخذ نعلقها في الشغطه بتاعت البطن. شوف لحد فين، عشان بعد كده الجلد ده يقفل لوحده، ما بقاش عليه تنشن، الجرح يبقى شكله حلو، لان المنطقه دي فيري سنسيتيف، لان الجرح لو كان في المنطقه دي مش لطيف يبقى الدنيا وحشه قوي. الحاجه الثانيه بقى في تحديد شكل الجرح، طب هو الترهل فين في الفخذ؟ في ناس بيبقى عندها جاست الترهل في الجزء العلوي من الفخذ، التلت الاعلى من الفخذ. هنا الجرح البكيني هيبقى از مور ذان انف وهيبقى كويس جدا. لو حصل ان في الترهل واصل لحد الركبه مثلا، وزاد في المرضى اللي هم بعد عمليات التخسيس، هنا بنضطر لازم هنعمل الجرح الطولي. عشان نعمل الجرح الطولي بنحطه في الداخل، عارف زي خياطه البنطلون بالظبط، عشان بيبقى لا باين من قدام ولا باين من ورا، وفي نفس الوقت الجرح ده لما بنحطه برضه بنخيط الطبقه الاساسيه هي الفاشيه او الشرط دي، فما بيبقاش عليه تنشن وبيطلع الجرح شكله لطيف جدا. الاعتناء بالجرح، يعني دايما بنقول للمرضى 50% من نتيجه الجرح مهمتي و50% من نتيجه الجرح مهمتك. الاعتناء بالجرح، دايما العينين اللي بتعمل السايلفت او شد الافخاد احنا بننصحها 3 اسابيع، 3 اسابيع على الاقل تبقى ماشيه بالراحه جدا، ما تمارسش اي رياضه، ما تلبسش كعب عالي حتى الهاي هيلز. ليه؟ لان الحاجات دي كلها بتاثر على المجهود العضلي بتاع الرجل وبتاثر على شكل الجرح. التعليمات دي لو ما اتنفذتش، الكريمات الجروح، اللزقات السيليكون، الفكشنال ليزر عشان كنترول الماتيوريشن بتاع الجرح، الكلام ده اساس في الاستشفاء بتاع الجروح.
فزي ما قلت لحضرتك 50% على الجراحه و50% على الهوم ورك بتاع المريض. الحقيقه انت اسعدتني النهارده بهذه النزهه الرائعه في عالم جراحه التجميل، وبعدين تألقت يعني زي ما انت عارف التعبيرات بتاعه المذيعين الرياضيين ليهم تعبيرات لطيفه كده لك، يعني انت النهارده يعني لعلعت. الله يكرمك. والله لا نزهه جميله جدا ما بين الثدي وما بين شد البطن وما بين شفط الدهون وما بين التعامل مع الافخاد، كل واحده من دول كنت بتباشر كالعاده مهارتك في انك بتوضح نقاط خفيه وجديده. بالظبط. يعني الجيب لازمه في عالم البتاع جديد، التعامل مع الثدي والجديد في التعامل مع الجروح وشكل البتاع جديد، التعامل مع الفخدين ده كله جديد. دايما بديك الجديده. طبعا طبعا. مفتقدين الصور قبل وبعد، لكن الصور قبل وبعد بكرر المره الاخيره هتلاقوها في ده جهاز الجيب. ده الجيب لازمه، ده الجيب لازمه بقى الرائع جدا جدا، واللي طبعا صوره ونتيجتها تلاقوها في صفحتك على الفيسبوك مره ثانيه. هو الجيب لازمه الصوره الاكثر حداثه في عالم شد الجلد الذي تحدثنا عنه بالتفصيل، ويظل جيب لازمه محتاجين له حلقه لوحده. لا ده اساسي. ده حلقه لوحده. نورتنا وشرفتنا وشرفنا طبعا الجيب لازمه الرائعه، هذا الجهاز الرائع جدا اللي محتاجين نفهم الهيليوم بيعمل ايه والقصه بتاعته عامله ازاي. استاذ دكتور عمرو النجاري طبعا واحد من سوبر ستارز جراحات التجميل في العالم العربي، كان ضيفي في الناس الحلوه في نزهه جراحيه تجميليه رائعه. خليكم بقى مع الناس الحلوه.